بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين آمين. الباب 12 من الكتاب 28، كتاب الأيمان. باب من اعتق شركا له في عبد. وهذا الباب ذكره الإمام مسلم على خلاف عادته، أن الإمام مسلم لا يكرر، لكننا خالف عادته وكرر. ذكره في باب العتق، سبق ذكره في باب العتق بإسناده بنفس ألفاظه، كرره على خلاف عادته المستقرة في تصنيفه. الإمام البخاري كان كثير ما يعيد الأحاديث ويقسمها، وأحيانا يختصرها، وأحيانا يجتزئ منها جزء، لكن الإمام مسلم ليس هذا منهجه. إذا ذكر حديثا في موضع لا يكرره، إلا أنه ذكره وخالف عادته في هذا الموضع وذكر هذه الأحاديث، وقد سبق أن ذكرها في كتاب العتق في الباب الأول. قرأنا منذ شهر تقريبا 9/4، والنهاردة 9/5، من شهر بالضبط. فالحديث الأول في هذا الباب وهو الحديث 15 بعد 400 و4000 بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قلت لمالك: حدثك نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. يعني إذا كانوا مجموعة من الناس شركاء في عبد، في ملك عبد، فجاء أحد هؤلاء الشركاء أعتق نصيبه، إن كان هذا المعتق عنده فائض مال يستطيع أن يشتري ثمن باقي العبد ويعطيه لشركائه فيتم عتق العبد كاملا، يوم يقوم عليه ويصير الولاء له. يعني نشوف قيمته المالية قد إيه. العبد ده قيمته مثلا 10,000 جنيه، وهو نصيبه فيه نصه، فأعتقه، يبقى إيه الباقي كام؟ 5,000 جنيه. يروح مطلع من جيبه 5,000 جنيه يديها للشركاء ويخرجه ويعتق العبد كامل. كويس، ادي معنى ايه. فكان له مال للمعتق، يعني يبلغ ثمن العبد اللي هو بقية الثمن، قوم عليه قيمة العدل. يعني ايه يثمن؟ نشوف ثمنه بالعدل. فأعطى شركاءه حصصهم، ويدي لشركائه انصبتهم، وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق، ويبقى باقي ثمن العبد على بيت مال المسلمين. افرض هو ما عندوش مال المعتق، ننفذ برضو العتق ونعمل ايه؟ يا اما نستسعيه، يعني نخلي المعتق يستسعى، يعني يشتغل ويدفع لهم اقساط حتى يخلص ثمن منهم، او ان بيت مال المسلمين يتحمل باقي ثمن العبد ويتم عتقه. لإيه؟ لأن الشرع متشوف للعتق، الشرع متشوف للعتق. وعن أبي قال: حدثنا ابن نمير. وفي الحالة دي بيسموه إيه؟ لما يعتق جزء منه جزء لم يعتق بعد، يسموه مبعض، العبد المبعض، يعني بعضه حر وبعضه إيه؟ وبعضه رقيق، يسموه مبعض. وعن أبي قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم من أعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال عتق منه ما عتق. وعن أبي قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير بن حازم عن نافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وزي ما قلت لك ممكن في الحالة دي يا إما المعتق يعمل ويعطيهم أقساط، أو إن العبد نفسه يعمل ببعضه الحر ويشتري بقية نفسه من إيه؟ من شركائه. يعني افرض إن هذا العبد الذي عتق صاحب مهنة وبيكسب، فأصبح حر في إيه؟ في أيام، وعبد في أيام. الأيام اللي هو حر فيها يشتغل فيها، ولما يكسب يجمع هذا المال ويشتري لبقية نفسه من إيه؟ يعني يا إما المعتق هو اللي يستسعى عليه، أو هو نفسه يستسعى على نفسه، وإن فشلوا في الاثنين بيت مال المسلمين يتحمل، فهم؟ حتى يتم العتق. وعن أبي قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء قال وحدثني أبو الربيع وأبو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل يعني ابن علي كلاهما عن أيوب حاء قال وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية حاء قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا الحديث، وليس في حديثهم وإن لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق، إلا في حديث أيوب ويحيى بن سعيد فإنهما ذكر هذا الحرف في الحديث. وقال لا ندري أهو شيء في الحديث أو قاله نافع من قبله، ويسموه مدرج لما يقول بعض الرواة جملة في وسط كلام النبي وهي ليست من كلام النبي، يسموها مدرج يعني أدرجها. فهمت إزاي؟ يبقى الحديث المدرج هو ما كان فيه من لفظ غير النبي في وسط كلام النبي من الرواة. أو قاله نافع من قبله وليس في رواية أحد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا في حديث الليث بن سعد. وعن أبي قال وحدثنا عمرو الناقد وابن أبي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط. يعني لا وكس يعني لا غش ولا بخس، أدي الوكس غش وبخس، ولا شطط يعني ولا ظلم ولا جور. الشطط هو الظلم والجور، والوكس هو البخس والغش. قوم عليه في ماله قيمة عدل لا وكس ولا شطط ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا. وعنه به قال وحدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله إذا كان له مال يبلغ ثمن العبد. وعن أبي قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما قال يضمن. يبقى المعتق يضمن باقي ثمن العبد المين لشريك. يضمن أدي معنى يضمن، يعني يضمن ثمن باقي العبد لشريكه. وعن أبي قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد قال: من اعتق شقيصا، شقيصا أو شقصا أو سهما بمعنى واحد، أو نصيبا، كلها بمعنى واحد، يبقى شقيصا شقصا نصيبا سهما كلها بمعنى واحد. من اعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ماله. وعن أبي قال: حدثني عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من اعتق شقيصا له في عبد فخلاصه، يعني تحريره الكامل، يعني في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه. نخلي العبد يشتغل لنفسه، استسعي العبد يعني نجعل له ايه عمل يتكسب منه فيشتري باقي نفسه من ايه من اسياده. وعن أبي قال: وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا علي بن مسهر ومحمد بن بشر حاء قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس جميعا عن ابن أبي عروبة بهذا الإسناد وفي حديث عيسى: ثم يستسعى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه، يعني بدون من يشق عليه، براحته يعني. وعن أبي قال: حدثنا علي بن حجر السعدي وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن علي عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلا أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم. يعني واحد عند موته أعتق كل ما يملكه هو ستة إيه عبيد، أعتقهم كلهم، وكده يظلم الورثة، هو تصرفه في مرض وفاته يكون في حدود الثلث حتى لا يضر الورث. فعمل ايه؟ اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم اثلاثا عشان يطلع منهم الثلث. يبقى لو اوصى انسان بكل ماله ان ينفق في جهة بعد وفاته ينفذ في ثلث ماله بس ولا ينفذ في كل ماله، كويس؟ فهنا الرجل ده ايه؟ اعتقهم كلهم، هو لا يملك غيرهم، فالنبي قسمهم اثلاثا اثنين 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 ونفذ عتقه في ثلثهم في اثنين بس. طب ويختار الاثنين من ازاي؟ اقرع بينهم. يبقى ايه؟ يجوز القرعة في مثل هذه الامور، خلافا للاحناف فلا يجيزون القرعة هم والمالكية، واخد بالك؟ لا يجيزون القرعة، وقالوا ان دي حادثة حال خاصة بالنبي، اما القرعة ففيها نوع مخاطرة، بل يعتق ثلث كل واحد من الستة. ده مين عند مين؟ عند الأحناف. طب وفعل النبي؟ قال لك ده فعل النبي هو ده عملها، دي خاصة، دي حادثة حال خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيره لا يفعل ذلك. النبي مأمون وحكمه مفروض علينا أن نسمعه، إنما غيره قد إيه؟ قد لا، يعني القرعة نفسها فيها نوع مخاطرة. ده رأي الإمام أبو حنيفة. الشافعية قالوا لا، النبي أقرع يبقى كله يقرأ يعمل قرعة، فأجاز الشافعية القرعة، وهو قول عند المالكية كالشافعية، وفي قول المالكية زي الأحناف لا يجيزون القرعة لأنها نوع مخاطرة. طب ويعملوا إيه في الحالة دي؟ يقول لك يعتق تلت كل عبد من الست، خدت بالك؟ فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزاهم اثلاثا ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا. قال له يعني اعتبه، ازاي تضر ورثتك
وتعتق كل مالك وتسيب اولادك ما يملكوش حاجه، كان النبي عاتبه يعني. وعن ابي قال حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا حماد حاء قال وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي عمر عن الثقفي كلاهما عن ايوب بهذا الاسناد، اما حماد فحديثه كروايه ابن علي، واما الثقفي ففي حديثه ان رجلا من الانصار اوصى عند موته فاعتق 6 مملوكين. وعن ابي قال وحدثنا محمد بن منهال الضرير واحمد بن عبده قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمثل حديث ابن علية وحماد. باب جواز بيع المدبر. والعبد المدبر هو الذي قال له سيده أنت حر دبر موتي، ده اسمه مدبر. يبقى العبد المدبر لما يجي سيده يقول له إيه؟ أنت حر دبر موتي. طب هل هذا الوعد يلزمه ألا يبيعه ولا له أن يبيعه بعد هذا الوعد؟ فهمت إزاي؟ هي دي المسألة. ذهب الشافعي إلى جواز بيعه واستدلوا بهذا، وعند الأحناف لا يجوز بيع المدبر. ودليل الشافعية هي الأحاديث التي سوف نقرأها، لأن النبي باع العبد بعدما كان مدبرا. طب قالوا إيه الأحناف؟ قالوا النبي باعها من أجل دين، الرجل كان عليه دين ولم يترك سداد فباعه من أجل دينه، لو لم يكن عنده دين ما كانش باعه. فهمت؟ الشافعية أجازوا بيعه مطلقا سواء لدين أو لغير دين. فهمت المسألة؟ الأحناف والمالكية قالوا لو كان عليه دين ولا يملك مال غيره يبقى يجوز بيع المدبر، لكن لو لم يكن عليه دين وعنده مال غيره يبقى لا يجوز بيع المدبر. الشافعي قالوا يجوز بيع المدبر مطلقا. وعن ابي قال حدثنا ابو الربيع سليمان بن داود العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رجلا من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ شوف لغى الوعد بالايه؟ بالعتق، والنبي باعه وكانه حكم عليه بالسفه لان النبي تصرف في ماله، يبقى القاضي له ان يبيع مال المالك اذا كان سفيه. فالنبي ايه هنا؟ تصرف في ماله، لان لا يجوز الانسان يبيع غير ماله، والعبد ده مش ملك النبي. طب بيبيعه ليه؟ بحكم القضاء، لانه صار سفيها. فهمت؟ ليه سفهته؟ انه لا يملك غيره وعليه ديون، لا يملك غيره وعليه ديون، فازاي تموت مديون وبعدين تعتق المال ده؟ طيب ما تسدد بهذا المال دينك اولى. فاهم؟ فكان النبي حكم عليه بالسفه وحجر عليه وتصرف في ماله بما فيه المصلحه. فهمت بقى؟ فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله ب800 درهم فدفعها اليه. قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله يقول عبدا قبطيا مات عام اول، قبطيا يعني مصريا يعني، فالقبط دي جنسيه وليست ديانه، قبطيا يعني من مصر، وعن ابي قال وحدثناه ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم عن ابن عيينه قال ابو بكر حدثنا سفيان بن عيينه قال سمع عمرو جابرا يقول دبر رجل من الانصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام اول في اماره ابن الزبير، يعني عاش لحد اماره سيدنا عبد الله بن الزبير ومات السنة اللي فاتت عام أول، كأن لما بيروي الحديث ده كان بعد إيه؟ بعد خلافة ابن الزبير بسنة يعني. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن رمح عن الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر نحو حديث حماد عن عمرو بن دينار. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزامي عن عبد المجيد بن سهيل عن عطاء بن ابي رباح عن جابر بن عبد الله حاء قال وحدثني عبد الله بن هاشم
قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن الحسين بن ذكوان المعلم قال حدثني عطاء عن جابر حاء قال وحدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ قال حدثني أبي عن مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمر بن دينار أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حدثهم في بيع المدبر كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمرو عن جابر. ونقف على كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، وفي 11 بابا غدا إن شاء الله باب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أكرمكم الله.